طيب احنا حلنا ده، حلين بعد شوية. ماشي، احنا لو وصلنا لسن الخمسين سنة، الفيميل وصلت لسن الخمسين سنة، ايه الكونتراسبشن اللي انا هكملها وايه الكونتراسبشن اللي اوقفها؟ اعمل ايه؟ في نوعين كبار جدا ما ينفعوش يكملوا بعد سن الخمسين، الدمبة الديبوبروفيرا، وكمان اي كومبايند هرمونال، اذا كنت انا هدي سي او سي او كنت هدي باتش او كمان البيشنت ماشي على رينج، كل الكلام ده لازم يقف عند سن الخمسين سنة. ونقول لهم شكرا على حسن تعاونكم معنا، مع تحيات المخابرات كونتراسبشن. ماشي، فده سن الخمسين، احنا وقفنا الدمبة ووقفنا الكومبايند هرمونال بانواع. طيب احنا يا اما نعمل شيفت لنون هرمونال، او حتى كان ايفن ان الحاله كانت ماشيه على نون هرمونال قبل سن الخمسين، هنعمل ايه لو حصل لها امنوريه؟ ماشي، بعد سن الخمسين سنه هتكمل سنه على الكونتراسبشن وتوقف الكونتراسبشن. لو حصل لها الامنوريه قبل سن الخمسين هتكمل سنتين وتوقف الامنوريه. نوضح اكتر، لو البيشنت ماشيه او مركبه اي او دي وحصل لها الامنوريه او المينوبوز بتاعها عند سن 52 سنه، نشيل الاي او دي امتى؟ نشيل عند سن 53، لانه حصل لها عند سن 52. طيب لو البيشنت مركبه برضو اي او دي وحصل لها الامنوريه او المينوبوز بتاعها عند سن 45 او سن 46 سنه، هنوقف امتى او نشيل امتى الاي او دي؟ عند سن 48 سنه. طيب لو البيشنت ماشي على هرمونال كونتراسبشن غير الدمبة او غير السوسي احنا هنعمل ايه؟ لو البيشنت حصل لها الامنورية احنا لازم نشوف الاف اس اتش، والاف اس اتش هو اللي بيمسكني من ايدي ويوجهني، ما ننساش الاف اس اتش. طيب لو هو الاف اس اتش هنعمله لو اقل من 30 هنكمل سنة عادي جدا ونعيد تاني الاف اس اتش، لان اقل من 30 هنفضل نكمل سنه ونعيد تاني لحد ما نلاقي الاف اس اتش اكتر من 30. 30 او اكتر من 30 خلاص انا كده وصلت للمنبوذ. بس علشان اريح ضميري وعلشان اتاكد قوي واعمل كونفرميشن لازم اعيد الاف اس اتش ده بعد 6 اسابيع. عدته بعد 6 اسابيع ولقيته فعلا برضو اكتر من 30، فانا كده فعلا في منبوذ وعملت كونفرميشن للحاله دي فعلا في منبوذ. هعمل ايه؟ اكمل سنه على اي نوع من اللي هي كانت ماشيه عليه وبعد كده اوقف الكونتراسبشن. ندي مثال، يعني البيشنت لو كانت ماشيه على الامبلانون او النكسبلانون، دلوقتي ماشيه على النكسبلانون وحصل لها الامنوريه عند سن 52 سنه، هنعمل ايه؟ هعمل لها اف اس اتش، لقيت الاف اس اتش بتاعها اكتر من 30 هعيد تاني بعد 6 اسابيع لقيته برضو اكتر من 30، فانا خلاص انا كده في منبوذ، انا واقف عند 53 لان كانت الامنوريه بتاعتها كانت عند 52. طيب حاله تانيه مركبه الميرينا حصل لها المنبوذ بتاعها عند سن وليكن 48، ماشي، هنعمل اف اس اتش لقيته برضو اعلى من 30، من نفس الكلام هعيد بعد 6 اسابيع وبعد كده همشي سنه على الكونتراسبشن ده واعمل لها ستوب. فده من الحاجات المهمة جدا. طيب الليفونورجسترال انتراوترين سيستم اللي هو الميرينا، لو انا ركبته البيشنت اكتر من 45 سنة ممكن يكمل معايا 7 سنين حتى ايفن 10 سنين، اللي احنا قلنا اللي هو فيه 52 ميلي جرام وبيطلع في اليوم كام؟ بيطلع 20 لحد سن 5 سنين. بعد 5 سنين بعد كده من 5 سنين استعمال بيبقى الريليز ديلي بتاعه اللي هو طبعا بيكون 10 ملي مايكرو جرام، وبالنسبه لنا ان البيشنت المنبوذ ده فال 10 ملي جرام دول كافيين جدا 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 هم يمنعوا الاوفيوليشن. طبعا في بعض الاسئله بتتكلم او في احنا اتكلمنا عن 6 انواع التانيين من الليفونورجسترين كلهم دول ولا لهم اي عزه خالص، ونفتكر الواد ده اللي هو ما ينفعش يبقى مكملين معانا نوت انديكيتد في المنبوذ، ونورول اللي هو المهم بالنسبه لنا اللي هو الليفونورجستر، لان احنا عندنا ده بيطلع في اليوم 13 مايكرو جرام وبعد 3 سنين بتوعه بيطلع 5 مايكرو جرام، مش هيعملوا اي حاجه خالص. ماشي، طبعا عند سن 55 كل كونتراسبشن هرمون نون هرمون بتقف عند سن 55، وقلنا عند سن 50 بنوقف الدمبه والسي او سي. مهم برضو ان الاتش ار تي مش كونتراسبشن، الاتش ار تي مش كونتراسبشن، دي من الاسئله المهمه، الاتش ار تي نوت كونتراسبشن. وفي نقطه لازم ناكد عليها ونفكركم بيها، ان الاوبستاتريك كوليستيزيس
ممنوع فيها ان انا بعد كده اداسي او سي، لكن الاتش ار تيم مش كونتر انديكيتد في حاله كان عندها اوبستاتيك كوليستيزيس. بس مهم ان احنا نعرف ان الاتش ار تي فعلا ممكن تمنع الاوفيوليشن في اقل من 50% من البيشنت اللي احنا بنتكلم فيه 40%. emergency contraception هنقولها سريعا كده. لا emergency contraception هيبقى في فيديو تاني ان شاء الله. ماشي، شكرا على حسن الاستماع.